السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام وعندا وديال من البوا جبتان يسوي البوا موقي جديس وقاري يبا كسو دوادة ترتك القرآن الكريم كو ورباهين تسيتي مالي والباد كلاس عطان مركي لغاري يبا مالي ماذا جمع هذا إن ما أنت وحا ترتم إياها دي ربي رالي كان نقضون نور أحمد عمر وكم إذا ترتم إياش ورباهين تسيتي وحانا وكو ترتم دونا تبان كدنباء القرآن الكريم كا وحاو كسعدا نور أبي أي دوكسيغا أبي أيوبي الأنساري حافظة ورسيد مقالة الجوهر ترتن كوحا ينور احنا حاذين يا دي ربي رالي كنقضى مع العمر يوسف علي يوليبا مع المحمد مع الحسن مع القاسم أو كم إذا مع المين تا مقالة الجوهر هذه اللي هي مالون أكسن رمضان كريم يعني دي اللي هي وحنكسو دوين يا نور محمد عمر أو كم إذا أرضي ذا سودو نور كوران ترتن كقراء تكون ترتمي سور بهان ستي سيدي واركتها إن شاء الله وباسيها نور وحام كسوك لويني يا معلى عبد الرحمن يوسف علي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي سبحانه وتعالى مهاضن سوكوبك الرسولنا تنسو قاسي بشي بركاس نيدا ورمضان وهذا كسي بقدو حيث كالبركي كسي دو حال لنا إلهي سبحانه وتعالى انت نسو مرنا نغاق برو انت لمن إلهي سبحانه وتعالى عافمات ee ibada suubanku ku dhamaystay talaha naga dhigo bacdallahi waxaan u mahadcelinayaa maamulka idaacadda City FM oo soo qabqabiyeen tartanka quraan akhriska ee dugsiga quraan kariimka ayagana soo ajiibeen baaqi loo jeediyay dhamaan waxaan leenahay allah subhanahu wa ta'ala idin waafajiyo khayrka ee sidoo kale to gudiga dhaxadinta kulli oo u mahadcelinayaa dhamaan wiilasha kaamiraamayaanada dhamaan hawsha wadaan حالنا أنت صورن بإله سبحانه وتعالى عماش نوقد له أعمال إله سبحانه وتعالى أخبره ميزان كحسناتك الله نوقدره حالنا أي أنت دمنا كسو جارسية أرضية معلمين تو حالنا إن شاء الله تعالى بش بركة سنات خير كير ويسعطاه يندافن أنك سو دفعي سنو بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو ما سيهاي مع عبد الرحمن وحن قد قلي دونه دي رب رالي كنقضه سؤالي هي استعد السؤال اللي قلت لك قلي إن لو يديو نور أحمد عمر وكسعد الدكسي أبي أيوب الأنساري مقالة الجوهر إن شاء الله وتهي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين اقرأ نور أحمد من قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم
فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. حسبك. والآن اقرأ من قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. حسبك. الآن اقرأ من قول الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا
ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اسمك نور أحمد عمر وحا أنت سي وصل لاتي سدح دي سؤال اللي ويدين لها وحاو كتر تمية تبركة تنبي وحاو كسر دي دكسي قابي أيوبي الأنساري حافظ ورسادة مقالة دي جوهر نحن قدو قلي دورنا إن شاء الله ترتماها كلي وانا وريقي سي كواد إن شاء الله واتهاي نحن قدو قلي إن ترتميه لبعد كتر تمية كنت ترتم القرآن الكريم كسر الدكسي صلاح الدين الأيوب مقالة الجوهر لغو مقعبا عبد الرحمن محمد شيخ إبراهيم وحاو كنت ترتم يا تبانك أسريها دي ربي رالي كنقضو وانا وريدي سي لبعد ترتم القرآن الكريم كورباين تسيتي سودو عبد الرحمن محاد فليسا ترتم كاتك ترتم يسو ورباين تسيتي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد الحمد لله إله يا ما تسكله على كل حال وأن كفر حسن رمتي ترتنك وأنك كريمك إذا عدا ستة أفهم ما شاء الله الحمد وما سنيهاي عبد الرحمن محمد شيخ إبراهيم وكسر الدكسي صلاح الدين الأيوب وحانا وكتر تمدونا هدي ربي رأليك نقضوت بانك أسرق وأنا أريقي سي لبعض ورباهينتا سيتي وكقلو ترتنك قرآنك كريمك ورباهينتا محنسودة ويني يا معنى عبد الرحمن يوسف علي إن شاء الله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونقنا محنسودة وينا آدي آد أرضي ذا قرآن كريمك وترتمايان ما شاء الله وحانا لانا يهنبليو الله سبحانه وتعالى هايدين كوريا لكتابك الله كوريا لأيدين كان الوكوريا لأيدين كدقو إن شاء الله تعالى وأنا بذكر دونا ترتنك القرآن الكريم كا ولله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما سين هاي مع عبد الرحمن وحن قد قلنا الناس ده في سؤال اللي قلت له قال إلا ويديو عبد الرحمن محمد شيخ إبراهيم وكم ده ترتمها ترتمياش القرآن الكريم كورباهين تستي إن شاء الله. عبد الرحمن اقرأ من قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حسبك. والآن اقرأ من قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مبينا
مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. حسبك. والآن اقرأ من قول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا في أنفسهم أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حسبك. جزاك الله خير الجزاء وأحسن الله إليك.
هذا ما سني هاي عبد الرحمن محمد شيخ إبراهيم أو كم إذا تحت مياش ورباهين تسيتي كسر الدكس صلاح الدين الأيوب وحاو كتر تمي تبانك السراء وأنا وريجي سيلابات سؤاله اللي ويديني يا أنت هسي كسر اللاضي روحا إنه لحد حاذني أنت والسعودية ترتنك مع عبد الرحمن يوسف علي وريب مع محمد مع الحسن مع القاسم أو كم إذا لما أنت مع لمين تمجرد الجوهر أنا جو محمد ياسين ما ذي محمد قالفا يا إذا لسه عدسين أي يو يسكي يا رنك كاميرا دك قابين أي شاشة يا رنك فرسمة ذا نتا برامج كام برامج حيكو كل منو حيد لا يا هاي سداسي نبتقليه.